الطاوية. ما في شيء بنت الحلال، حول ولا قوة الا بالله. ما في شيء، لا حول ولا قوة الا بالله. انت هي، استغفر الله العظيم واتوب اليه. وش هالرسالة؟ حبيبي غلط، قسم بالله انا غلط. ما هو بغلط، هذه الرسالة لك. اقول لك والله العظيم انها غلط، لو هي لي اصلا كان يطلع فيها اسمي، ما هو موجود اسمي ولا موجود اي اسم ثاني. هالمره ما هي تركتك الين ما تطلقني وتخون يا سعود، تخوني هذا اخرتها. انا لله وانا اليه راجعون. شوفي عاد، انت تبي تصدقيني اهلا وسهلا ولا عمرك ما صدقتيني؟ ولا راح اصدقك الحين تطلقني، يعني تطلقني. والله اني كنت شاكه فيك من اول والحين تاكدت. بنت الحلال والله العظيم اقول لك والله العظيم ان زرقم ذا ما عاد طلقني. حول ولا قوه الا بالله، عودنا ذا الموضوع. وين رايح؟ مو شغلك، ماني قاعده عندك ولا دقيقه. بنت الحلال افهميني، والله العظيم ما لي علاقه بالرساله، والله العظيم ما ادري من هو اللي مرسلها لما اتكلم معك تقولين. اصل الوقت معك ضايع. إذا طلعتي معها البيت لازم تعرفين إنك مالك رجعة، ساعة ولا لا؟ بدك رجال؟ طلقني الحين. أنا رجال غصب عنك وعن أهلك. اسمعي، إذا طلعتي من البيت اعتبري نفسك طالق. شاطرة حلام. حبيبة ماما مين؟ أنا. حبيبة ماما مين؟ أنا. تحبي ماما ولا بابا؟ أنت الاثنين حبكم يا حياتي. تحلي شاطرة حلام، شاطرة بنتي. تحبي ماما ولا بابا؟ انت. وبابا؟ حتى بابا. ايوه حبيبي.
انسي. يلا يا ماما، يلا يا ماما تاخرنا على المدرسه حبيبتي. يلا حبيبتي، يلا يا ماما تقومين الحين تغسلين وجهك وتفرشين اسنانك وانا بنتظرك تحت في المطبخ. ماما جت؟ لا يا حبيبتي ماما ما جت وماما ما راح تجي. ليش يا بابا؟ يا ماما لان يعني بعدين اقول لك يا حبيبتي. طيب مين يلبسني؟ حبيبتي انا لبسك يا ماما. مين مشطني؟ يا حبيبتي انا البسك وانا مشطك وانا اسوي لك كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء يا حبيبتي يا زين او يا حلوة يا زين. ايش قصدها بكل شيء؟ شلون طيب يا ماما كيف؟ شكلك ما تعرف فين انا مشطو. طيب لما انا ما اعرف وانت تمشطين ليش ما كنت مشطتي شعرك من الاول؟ عشان امي كانت مشطتي هو. يا ربي من كل سالفه امي امي امي. طيب يا ماما خلاص روحي مشطي شعرك الان. مشطي وانا بروح اغير ملابسي عشان اخذك واوديك المدرسه طيب؟ شوفي حبيبتي حلا احنا رايحين المدرسة هالحين، اذا سألوك قالوا لك ليش تأخرتي ها قولي لهم بابا كان عنده ظرف. لا عنده مشكلة. ايش مشكلة؟ لا يا ماما ما عندنا مشكلة ان شاء الله. لا مشكلة مشكلة مشكلة. ليش يا بنتي مشكلة ايش في؟ عشان ماما مي موجودة مشكلة. يا الهي على ذا الماما هلكتينك يا ماما ماما. يا حبيبتي ان شاء الله ما في مشكله وان شاء الله نتعود على الـ يعني الـ الـ الاشياء ما في مشكله يا بنتي. الا في مشكله يا بنتي ما في مشكله خلصينا. طيب بابا من تيجي يا بابا من المدرسه لا تتاخر. خلاص يا بنتي انا ان شاء الله اول ما اطلع من الدوام ابو امرك على طول يا رب. طيب طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. طال عمرك بعد اذنك يعني بس ابي لي ساعتين عشان اروح اجيب البنت من المدرسه. انت بنت شايف ان الساعتين هذه كثيره شوي؟ لا والله طال عمرك ما هي كثيره لان يعني لو تحسبها طال عمرك فيها 45 دقيقه رايح و45 دقيقه جاي، يعني هذه غير النص ساعه طال عمرك من السياره وحطها في البيت وفتح لها الباب، يعني مثلك عارف. يا اخوي ورا ما تاخذ لها باص يوديها ويجيبها وتريحها وترتاح. طال عمرك المشكلة ما هو باللي يجيبها، طال عمرك المشكلة من اللي يفتح لها البيت، هذا المشكلة. الحقيقة أنا ماني داري ايش أقول لك. يا أخي شوف لك صرفة، كل يوم جايني بستأذن ساعتين. شوف لك حل، أنا ما عندي استعداد إني أرخص لك. تفضل على مكتبك يلا. ربك يفرجها إن شاء الله. ربك يفرجها. الحين ما تقول لي وش اللي صاير؟ زوجتي وطلقتها. عفا اي والله ثغور، من متى وانا اعلمك؟ من متى وانا ربيك وانصحك؟ ايش تبيني اسوي يا خي؟ الله يطول لي عمرك، ايش تبيني اسوي؟ استفزتني المرأة وقالت لي طلقني وبس، قالت لي طلقني تقوم تطلقها؟ يا اخي
يا اخي الله يطول عمرك استفزتني، مش اسوي؟ قالت مكانك رجال طلقني، طلقت. حول ولا قوة الا بالله، الا وانا اخوك هذا ابليس داخل من بينكم. لا والله يا اخي مو هو ابليس، الا والله هي اللي ابليس. واذا صارت هي ابليس تقول لك طلقني وانا اخوك، تقوم تطلقها؟ يا اخي وش تبين اسوي؟ يا اخي وش تبين اسوي؟ ذبحتني، زنت على راسي كل يوم، طلقني 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 طلقني، استهدي بالله طلقني 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 طلقني، وش اسوي؟ وبعدين ترى مو انا اول واحد ولا اخر واحد يطلق، الله يطول عمرك. وانا اخوك، انا من سنين وانا انصحك واعلمك، المره اذا قالت طلقني معناها تبي حنان، تبي حب، تبي مشاعر، تبي احاسيس، تقوم تطلق. اسمع كلامي، اسمع كلام اخوك الكبير، لازم تتصالح انت وياها. انا اصالحها؟ ارحم والديك يا اخي. حول ولا قوه الا بالله. شوف وانا اخوك، اذا ما تقدر تصالحها انا اصالحكم. الله يرحم والديك يا اخي، الله يرحم والديك يا اخي، انا احترمك واقدرك وحقك على راسي، لكن في هالموضوع لا، الله يرحم والديك، الموضوع ده منتهي منتهي. طيب بنتك شو بتسوي فيها؟ ان شاء الله ان شاء الله، الله الله يصبرني، ان شاء الله الله يصبرني ويعيني. الله موجود ونعم الله بالله. موجود ونعم بالله، ولا اخليها تنسى لها ام اصلا. ها شو بتسوي؟ اشرح لي، فهمني. ما ادري بس بصير لها الاب، بصير لها الام، بصير لها الاخ، بصير لها الصديق، بصير لها الخال، بصير لها العم. خلاص خلاص يا شينا الأخو اللي عنده أخوان صغار. خلصتي يا ماما؟ ايوه، لكن في حاجه ما عرفتها. وينها بس قولي ليها عشان اقدر اشرحها لك. هي دي. اوه رياضيات. رياضيات، في اشياء يعني في الرياضيات يا ماما، اشياء يعني مع الرياضيات حاجات فيها عجيبه. ايوه الابله تعرف تحلها. إلا على طاري الأبلة حبيبتي، يعني إيش رأيك نروح الملاهي بكرة؟ إيوة إيوة، ماما جاي معانا؟ لا حبيبتي، ماما ما رح تجي معنا. توتة حوسة موسى، خلصت الحس حوسة. ايش رايك يا حبيبتي في قصتي؟ حلوة؟ ما حلوة، عندي قصة احلى من حقتك. قصتك احلى من قصتي؟ ايوه. طيب خلينا نسمع قصتك يا ماما. كان يا مكان في قديم الزمان، كان اثنين بنتين كبار، بنتين كبار، واحدة صغيرة صغيرة نونو. بعدين قالوا للتاكسي
يا تاكسي ودينا مدينة الألعاب. بعدين التاكسي طلع وتوحش. يا الله. بعدين راح يمين يسار طوالي. بعدين مكتوب لوحة مدينة الألعاب. بعدين فكوا الباب بشويش وقالوا لدن يا بلام يفك النور ويتفك. وبعدين شوية أسكر الباب. قالوا يا ربي ساعدونا يا ربي ساعدونا يا ربي ساعدونا. بعدين سمعوا صوت كده. بعدين جوا الوحوش تحت فوق. الوحوش كلها تحت. بعدين الوحوش نزلوا كلهم. بعدين عقلوا البنات الأطفال والبنات الكبار. بعدين قالوا ليه أمه قالوا مام بابا بابا. وتاليتها انت وهالبنت. والله يا اخي والله ما ادري بس انا والله يعني انا تعبت خلاص. والله يا اخي انا خلاص ما عاد اقدر اتحمل يا اخي. والله ما عاد اقدر اتحمل. تستاهل. ما اخذت الحكمه من اخوك. تستاهل مرتين. وين اللي بيصير الاب والام والصديق واخرته؟ ما هو كذا. شلون هذه تستاهل يا اخي؟ انا ما ادري شو اقول. والله العظيم ما ادري شو اقول. انا كنت احس اعوضها عن حنان الام. كنت بس انا فشلت. لا انا فشلت. طيب اسمع اخوك لا تضيق صدرك. والله انا فشلت. تسمح لي اتدخل استخدم حكمتي في الامور هذه؟ طول يا عمر واصلح بينكم. يا ريت. ابشر. احنا الحين تعتقد ان نقدر نرجع بهالبساطه؟ الله يسامحك يا اخوي. ما تعرف ان امها تقدرني وتحترمني وتسمع كلامي. انت بس خلني اكلمها بهالتليفون ووافق. بس انا موافق. انا موافق موافق. ما شاء الله اشوفك بسرعه وافقت. والله يا اخي بلا من اللي شفته يا اخي. بسم الله عليك. لا تدخل. لا يطلع صوتك. السلام عليكم. أنا أبو حمد أخو سعود أبو حلا. الله يسلمك. أبد ترى أنا جاينا بتدخل بينكم وأصلح بينكم. وتعرفين هالأمور يبي لها حكمة ويبي لها تصرف. فأنا أقول إن شاء الله أنك ما ترديني. الله يسلمك ويرفع من مقدارك ويخلي لك أهل. سلمي لي على الوالد والوالدة والجماعة كلهم. الله يسلمك. الله يسلمك. عاجز عن شكرك. الله يسلمك. والله من غيرك يا ربي. يقول من غيرك شلون يسوي؟ الحمد لله. بشر. سم. وش صار؟ وش قالت؟ وقالت انه ابد. والله ما قالت غير كل تبن انت واخوك اللي هو انا وانت. وانت عارف التبن الايام اسعاره مع الصيف زايده. في باله طولها 90 سنتي وفي 80 سنتي. اظن 90 لك و80 لي. شو نسوي الحين؟ وش نسوي ذا؟ وش نسوي؟ شوف
ما فيه إلا حلين، لا ثالث لهم. عطني إياها. مش مش يا تزوج بنتك يا تعرس أنت. تتخليني أخلط عليك يا غي؟ لا تخليني أرفع صوتي عليك يا غي. أعرف أزوج واحد عمرها 7 سنين. أجل يا خي أعرس وفكنا، لا يجينا صياح. لا تكتبت شعري تبكبك إنك بزر، ما صدقنا الله زوجناك وخلناك رجال وتقعد كل دقيقة إيش ده الحكي؟ الله يسلمك. ما في شاهق هوا شيء. في غرفتها ذاك سلطان. وش امورها؟ امورها وشلون؟ والله يا طول العمر ما ادري ايش اقول لك، بس حقيقه انها مجننتي ذي البنت. اسمع ولا اخوك، صدقني اذا تبي امورك تزين وحياتك تزين اعرس. اجل شعورك بدايه الله يا خيي. وحرمتك عندي. فيه احد ببالك؟ ولا اخوك، الحريم واجد، وبعدين انت ما شاء الله عليك شباب، كل اللي تمناك يطول لي عمرك ويخليك. بس يا اخي طول لي عمرك، منه اللي تبي تقبل برجال وعنده بنيه؟ لا يهمك الموضوع، انا مجهز كل شيء. جهز كلش بدون ما تاخذ رايي يا اخي. شلون ناخذ رايك؟ شلون ناخذ رايك؟ اساسا لو ما رضيت انا ما طعتك. ما فهمت؟ باتر باذن الله عقب صلاه المغرب ابى امرك ونصل مشوار انا وياك. طيب والبنية وش أسوي فيها؟ البنت تقعد في البيت إلين نرجع، ما إحنا مطولين. خلاص. بس في شيء وأنا أخوك لا يفوتك، صبط عمرك، تهندم، تدلع، وجهز عمرك قبل ما أجيك. إن شاء الله. إن شاء طيب. تسوين يا حلا؟ بدا ساكن عنده وجبات كثيرة. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا ماما، ممكن نتكلم في شوية مواضيع مهمة؟ لا أنا مشغولة لازم أدرس. لا يا حبيبتي معلش، الموضوع اللي أنا بتكلم فيه موضوع مهم ولازم تسمعينه. طيب؟ طيب. شوفي يا حبيبتي، الموضوع اللي أنا أبغى أتكلم فيه موضوع مش عارف كيف أبدأ فيه، لكن لازم تعرفين يا ماما أنه أنا وماما شبه منفصلين. عارفة. أنا حاولت أرجعها.